وهنا عاوتاني بزاوية أخرى كتبان المرسى وشاطئ رأس اللفعة من وراء المرسى. هذا هو القصر، قصر آخر هذا اللي كيتواجد حتى هو جنب ضريح سيدي بوذهب الموج تقلب. دابا نمشيو من هنا، شوفوا هذا المنظر الزوين هذا. هذا الباب كيطلع على البحر، شوف الناس فين وصلوا في ذاك الزمان، ايام البرتغاليين هادشي. مشيو باب عملاق هذا، شوفوا من هذه الزاوية هذه. دابا دخلنا عند الأخ صانع حرفي في خزاف. دابا اش كدير دابا؟ شنو هي هذي كتصيف فيها؟ هذه باسان ديال الماء، انا انت ديال الخصاله. عايشه معنا هذه اللحظه سيدي، كيفاش كتصيف؟ تحت لكم فرصه باش تشوفوها ان شاء الله. سير شوف المشكل ديالها، تولي فاسان ياك. هذا عايشوا معنا هاد العملية، إيوا إن شاء الله اللي بغى يجي الأسفي مرحبا بيه. ياك أسيدي؟ مرحبا سيدي. مرحبا بالمغاربة كاملين. يجيو عندنا سيدي ياخذوا الفخار، هو صناعة يدوية. هاد العملية غيبدا فيها عاوتاني، تشوفوها دابا كيدير العبار. عملية كتولي دابا دابا مزاز هادي غادا ياك غاتزوق وتقاد. هادي مزاز تخرج الشمس تنشف. اييه وترجع نديرو على فينيسيون من تحت من هنا باش ميبقاش الأرض مهزة. فوالا خايط ها هي اش كتسمى دابا هادي؟ عرفوها الناس؟ فاسان فاسان. وهادي هادي لا فونتين. ها ها الاخر كيفاش كيسمى لا فونتين؟ شفتو ها الاخرى قداش كبيرة تاهي؟ هي هي هادشي هو اللي شفتوه قبيلة برا كيفاش مصنوع ومقاد ومزوق.
الرجاويين والوداديين تما حضير، الوداديين تما يشربوا ما يشربوش الرجاويين، خاصهم الرجاويين الرجاويين. الليمون الحامض ونكهه البنان، شنو ما كيديرها كل واحد الصر ديالو. انا هو مول الدرهم هذيك 400 فيها جوج كبار، 400 فيها جوج كبار. هنا سيدي كيتواجد باب المعصرة في عدة أبواب. نمشاو دابا هنا نشوفو هاد المآثير التاريخية، هادشي تنصوروه الناس اللي مولوعين بهاد المآثير، شي حاجة قديمة. آسفي عليك يا آسفي، آسفو، هاد البلاصة سميتها آسفو ماشي آسفي. طيب هدا وقت ما كيدير شوف القفل كيدير، هاد القفل ما شفتش من عهد كاع، شوف من زاوية أخرى كيدير منظر زوين، وكاينة الحرارة في آسفي، ودابا هاد الشي مبرد. نمشي